المرأة الخاينة، المرأة اللي بتخون، بتخون زوجها بقى، شات كذا يعني. ان شاء الله نسأل الله البعد عن الكبائر والكلام مش هتكلم فيه، لكن اللي بتقرر انها تخون زوجها وبيجي يسألني الزوج هي ليه خانت، مفيش مبرر للخيانة، السؤال ده غلط. ولما هي تيجي تقولي طب مش تسأليني، لا ما اسألكيش انا، لا ما اسألكيش. ولما بتكلم على الزوج الخاين، هو انا مثلا انت خنت ليه؟ هو انت اصل هي مقصره ايه يا ابني؟ تقصير الزوجه لما يبدكش حل للخيانه، لان الموضوع مش بره الزوجه تماما، الموضوع بره الزوجه، الموضوع بره زوجك، مش بره الطرفين تماما. الخيانه خيانه لله عز وجل، الخيانه خيانه لربنا سبحانه وتعالى. فما تيجي اما تيجي انت تقولي لي مش تسأل، لا ما اسالكيش، لا ما اسالكيش انا خنتي، اصل هو يا سلام، قلت تقصير الزوج او تقصير الزوجه لا يبيح للطرف الاخر ان هو يخون. دي محتاجه توبه بينك وبين ربنا، امر صعب يعني. النقطه الثانيه، نقطه لا اصل انا كنت عندي جفاء وعوز عاطفي. اشمعنى هو مفيش حاجه هنا اسمها اشمعنى هنا، الموضوع ما فيهوش مقارنات. يعني ما ينفعش تيجي تقارن تقول ايه اصل هو عمل وما كان عنده عوز راح عمل وانا سامح. ده براحتك تسامحي ما تسامحيش، ده حاجه ترجع لك، ما حدش قال لك ولا جبرك انك تسامحي ولا ما تسامحيش. لكن ما تاخدي قرار، خدي قرار جماعي على الاسره كلها لو كان في اولاد، وانت نفس الكلام. لكن اجي اقول لها، اقول لها اصل إيه انا ببر، انا هو اشمعنى، ما فيش هنا في الخير، ما فيش في المعصيه اسمها اشمعنى فلان لما بيعمل بيتقال له. انا مالك، هو من البشر. انا بستعجب جدا على فكره الناس اللي بتيجي تقول لك إيه اصل البشر معرفش ايه، وهيقولوا يقولوا هو انت كل اللي همكم كلام البشر، وهيقولوا ايه يا عم ده، ايه المصيبه دي؟ انت شوفوا الكارثه اللي انتوا عاملينها والمعصيه اللي انتوا عاملينها مع ربنا الاول. هتقول لربنا ايه ولا تتعامل مع ربنا ازاي؟ يعني دي كارثه. حضر اجابتك لله عز وجل. الخيانة خيانة لله عز وجل، الزوج طالع منها والزوجة طالعة منها. لكن لما اجي اتكلم يقول لي اصل نفسية المرأة اللي بتخون ان هو علشان عندها عوز عاطفي ايه وبتاع، وتيجي تقول لي اسأليني، لا ما اسألكيش. دي معصية لله سبحانه وتعالى، حرام بكل اشكالها من كبرها لصغيرها. النظرة بريد الزنا، ده اللمسة، تمني القلب واشتهاء القلب، ده كل ده تحاسب عليه. ايه الكلام الفاضي ده؟ النقطة التانية يقول لك إيه الصحبة. أه طبعا الصحبة بتأثر. لما تصاحبي واحدة بتدخن وبتشرب سجاير وبتقعد على قهوة بشيشة، إيه ده؟ أنت منتظرة إنها تنصحك إيه؟ تقول لك قومي صلي الفجر؟ منتظرة تقول لك تعففي وتطهري واتقي الله؟ ما تختاري صحبتك، تقول لك أنا ماليش دعوة، هي جارة وبنروح نشرب قهوة، ما تشرب قهوة مع بعض في البيت، هي تشرب شيشة وأنت كذا. يا جماعة عيب الكلام ده، إحنا بقينا فين؟ احنا بقينا في، احنا خلاص تنازلنا عن الثوابت الاساسيه وبقينا يعني ننحدر للاسفل كده خالص. شيشه ايه يا بنتي اللي انت قاعده مع واحده بتشيش ومنتظره منها ايه اصلا؟ عايش سامحوني عشان زوري يعني، ده امر صعب يعني. النقطه الثانيه، نقطه الاهل، اهله عملوا كده فانا بكيد، او هو عمل فانا واحده قدام واحده، ده مش مقياس، ده مش من... لما باجي اكلم امراه يا جماعه، ما باجي اكلم عبد لله مش راجل ولا ست، المعصيه من عمل صالحا من ذكر وانثى، الله عز وجل ده حكم ربنا، ده ربنا لما بيجي ياكل عنده بيبقى بالشكل ده من ذكر وانثى. لكن اجي ابرر واقول اصل نفسيتها واسالوها، ما تسالوها الاول مهما كان، دي ما فيهاش سؤال. انت عارفه اقول لك على حاجه، انت عارفه، واسمعيني يا بنتي انا زي امك والله، اسمعيني. لما اجي يا بنت الحلال تعملي يعني مثلا زوج مثلا مقصر في امر معين، وانت زعقتي او قابلتي مثلا امه مش عارفه عملتي في امه كذا، او اخته قمت جايه رد عليها، الامور دي كلها تتعالج. استنى عشان في اتصال. الامور دي سهله، اقول لك انت عملتي ده كان رد فعل، اسالك ليه عملتي كده، خلاف كده ما اسالكيش، خلاف كده ما اسالكيش. الامور اللي خاصه بعبادتي بربنا وبطاعه ربنا ومعصيه ربنا، العباد طالعين منها، محدش هيجي يقف يجاوب عنك يا بنتي، محدش هيجي يجي يجاوب ويجاوب بدالك قدام ربنا. اصل انا محتاجه حد افضفض معايا. وكان بص كده، انا هنشوف الحلقات الجايه اللي بصوا منيل بنيله جدا، بيكلم الرجاله بامر ما تتجوزش لو مش هتعمل كده، وحاطين مغالطات. لو ما كلمتهاش انت مسؤول بقى، تسيبها تكلم صاحبتها، تسيبها تكلم اي حد. اي حد ايه اي حد دي؟ انتوا بتبصوا ايه؟ سواء في جروبات الرجاله ولا جروبات النساء،
انتوا بتبصوا ايه يا جماعه؟ ده صعب، اللي انتوا بتقولوه ده مش صح، اللي انتوا بتنصحوا بيه ده غلط، ده خراب. وعارفه كده التواء حوالين الباطل عشان نزين باطل. ايه اصل انت لو ما كلمتهاش واديتها مساحه وما اشبعتش العاطفه عندها فهي لا مالهاش حق، وانت كمان زي مالكش حق انك تعمل الحرام. ومش كل حاجه بقى نيجي ننصح بيها انا تقول لك اشمعنى هو ما تقوله للرجال يا ستي، بس اعملي اللي ما كل واحد يركز في حاله يا جماعه، ما كل واحد يركز في اللي هيسال عليه. انت ليه حاطه حته النديه اصل هو مش اصل هو؟ انت مالك؟ شوف انت هتقولي ربنا ايه؟ يعني انت حضري اجابتك لربنا، وانت حضر اجابتك لربنا. النقطه دي غلط، وما جيش انصح على جروبات الرجال حاجه زي كده ولا على جروبات النساء. إيه لو ما عملتش استحمل بقى يتكلم، استحمل هالكلام مش هستحمل. ومين يرضى يعني سواء من الطرف ده ولا من الطرف ده؟ اصل انا ما بكلمكيش، اصل هي من النوع الصامت، اصل هي من النوع اللي ما بيتكلمش، اصل هو اصل هو. فانا لقيت واحده رغايه ترغي معايا ومجرد كلام بس، ده غلط، ده مش صح يا جماعه. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش صح. النقطه الاخيره، العلاقات محتاجه ستر. حاول حل انت وهي، او تجيبوا حد صادق ثقه مؤتمن، خلاف كده هيتخرب البيت ونرجع نندم ونبقى زي التاني. يقول لك ندمت وما بقاش ولا واحد حواليا ولا حد بيسال عليا، انا ندمت ان انا خدت القرار ده.